ضمن مهنتك غنوة أكيد في شغلات كثير بتصير تزعج يعني مزعجة. شو أكثر شيء يزعجك ضمن مهنتك؟ هلأ طالما عم نحكي على الإزعاج هلأ أنا كتير بيزعجني الموكل يلي بيتصل بيحدد موعد ولا بيجي ولا بيعتذر، بالرغم من أنه أنا بكون قايلت له إذا سمحت إذا ما بدك تجي يا ريت تلغي الموعد أو تأجله، وبقولها لهالجملة وبكتبها دائما. والموكل اللي بيقول لك نسيت، أنا آسف نسيت، يعني هاي الشغلة. شغلة تانية أحيانا كتير بتصير فيني أنه تليفوني الساعة 3 الصبح بيرن، لأنه حدا هيك هو عم يبحبش بالإنترنت طلع معه أنه في محامية بتحكي عربي عايشة بأوروبا، يبقى خطر بباله أنه هلأ أنا بدي أحكي معه بموضوع، فبيخطر بباله أنه الساعة ما بيطلع الساعة وشوفنا الساعة 3 ولا الساعة 5 الصبح. بس أنا عربي فقال أنه أكيد العربي بتم سهران لا بس 3 الصبح و5 الصبح، وبيعرفوا العالم نحن بأوروبا أنه منشتغل كتير، فطبيعي الواحد بيفيق الصبح بيروح على شغله، فيه أوقات دوام. هذا إذا كان جاي جديد معذور. لا في أوقات بس القصة القديم اللي بيعمل هيك هذا لا هو بصراحة بقول لك يعني حتى الجديد قلنا مرة تانية إنه ما نتأقلم على هذا الوضع، فهذا البلد نحن ما نتعايش فيه لأنه نحن أصلاً عندهم، فنحن لازم نتعايش فيه، وهذا نوع من نوع الانتجراسيون تماماً، إنه حتى أعرف شو بيناسب المجتمع. في أوقات دوام، أنا ليلة حتى المساء ولا على البوخن أنده وأنا هذا وقت راحتي اضطر إني ضل على التليفون نص ساعة وأنا عم جاوب العالم على أسئلتها، بالرغم إنه هذا وقتي وقت عيلتي. وإذا ما جاوبتهم مثل ما بدهم بيقول لك شايف حالك، أو بيقول لك ما لك مؤدب ولا ما لك هفلي، ولا هاي الأمور اللي أنا بحياتي المهنية بتزعجني. فبتأمل الناس بس تفهم إنه في شيء اسمه حياة، نحن مالنا آلة، نحن بشر تمام. فبحاجة نرتاح، بحاجة يكون إلنا وقتنا مع عائلتنا. فبقول أنا بعتولي رسالة قصيرة بجاوبكم بأسهل. هي شوف من الشغلات اللي أنا باعتقادي بهذا البلد لازم يتعلمها الواحد أو بأوروبا، الواحد يكون ساخلي عملي وما ياخذ امور شخصيه تماما. انا بقول له لواحد انا ما عندي هلا وقت، بعتذر منك بعت لي رساله، انا لا بعرفه ولا عندي وقت. مشكله معه ولا مختلفه معه لحتى يتضايق ويزعل فورا نفسيه هي تمام انا ما بعرفه، يعني بيقول لك نيبس نيشت بيرسونلي، ما تاخذها شخصي، يعني خذ موقف انه انا بدي افهم هذا الشخص المقابل شو وضعه وشو وجهه نظره، فهمت شو قصدي؟ فهي كمان نقطه من نقاط الانتجراسيون، اكثر من انه نحن بنمشي على الاشاره وقت بتصير حمراء ونوقف، أو بالأحرى وقبل نمشي على الخضرة ونوقف وقت تكون حمراء.